انطلقت أعمال مؤتمر جنيف الثاني في مدينة مونترو السويسرية، والذي انتظره أبناء الشعب السوري بعد تأجيلات مستمرة، آملين أن يسهم في إعادة السلام والاستقرار إلى بلادهم. ولأول مرة تلتقي الأطراف المتحاربة وجها لوجه منذ بدء الصراع قبل 3 أعوام، بعد أن بذلت ضغوط دبلوماسية كبيرة للضغط على المعارضة السورية للمشاركة بممثلين في المؤتمر الذي رفضت فصائل أخرى المشاركة فيه. وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون المؤتمر بكلمة أكد فيها أن الصراع في سوريا قسم سوريا نفسها وقسم العالم، وكان المسار شاقا جدا حتى وصل إلى تلك النقطة. هناك أكثر من 3 ملايين سوري بحاجة لإغاثة، وبعد أن كانت سوريا ملاذا آمنا لكافة اللاجئين من الدول المجاورة، حولها العنف إلى دولة تعاني من النزوع والتهجير. لذا فإن الحكومة السورية والمعارضة أمام مسؤولية كبيرة لخدمة شعبها، جلب الإرهابيين من كل بقاع الأرض إلى سوريا، وعلى السوريين المشاركة في تقرير مصير بلادهم. وفيما أرسلت روسيا والولايات المتحدة وزيري خارجيتهما للمشاركة في المؤتمر الذي ألغيت مشاركة إيران فيه. إن هاجسنا هو الوصول إلى نهاية للمأساة في سوريا، ويجب على كافة الجهات الفاعلة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة سوريا، كما يجب على المجتمع الدولي عدم تجاهل تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الدولية على رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وزير الخارجية الأمريكية شدد بدوره على أهمية المؤتمر من أجل إنهاء الحرب وعودة السلام في سوريا. وزير الخارجية السورية وليد المعلم في كلمته أكد السعي الجاد للحكومة السورية في إحلال السلام. أنتم تشعرون فعلا بالقلق على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا، فارفعوا أيديكم عنا، أوقفوا ضخ السلاح ودعم الإرهابيين، ارفعوا العقوبات والحصار عن الشعب السوري، وعودوا إلى العقل وسياسة المنطق. وبين هذا الطرف أو ذاك، يقف العالم أجمع مترقبا الخروج بنتائج جادة توقف نزيف الدم السوري وتبشر بعودة السلام إلى سوريا التي ترزح تحت نيران الحرب منذ أكثر من 3 أعوام.